السلام عليكم، معكم يوسف الحراني من قناة تيرمينس. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كوكتيل تيرمينس، واللي حنناقش فيها سؤال مهم جدا، وهو كيف أختار التخصص الجامعي. وكثير من يعني الطلاب وأهاليهم اللي بيحتاجوا إلى إجابة هذا السؤال، حيث أنه مرحلة الثانوية العامة بيحتاجوا أنهم يتعرفوا على التخصص الصحيح اللي يدخلوا أبنائهم. وخلينا أحكي لك أنه أكثر إحصائيات أشارت إلى أنه 40% من الطلاب بيدخلوا تخصصات يعني لا تلائم احتياجاتهم ورغباتهم الشخصية، ولأنه 25% منهم يعني بكون في تخصصات هم يكرهونها، ودائما بيسألوا أنفسهم يعني أسئلة ومتكررة: هل أنا في التخصص الصحيح؟ هل أنا اخترت التخصص الذي أرغبه؟ هل أنا سأكون على المسار الصحيح في اختيار هذا التخصص؟ لو أنت حبيت تتعرف على إجابة هذه الأسئلة، خليك معي بعد هذا الفاصل لنتعرف على الحلول والتقنيات اللي حتجيبك على هذا السؤال بشكل مفصل. لكن بذكرك أنه من الضروري أن تشترك في قناتي وتعجب بهذا الفيديو وتضغط على زر الجرس ليصلك الجديد من البرامج والحلقات اللي احنا نرفعها على هذه القناة. اهلا وسهلا فيكم جديد اعزائي المشاهدين، بتمنى تكون الان انت مشترك في قناتي وضغط على زر الجرس حتى يصلك للجديد من الحلقات والبرامج والكورسات المجانيه اللي احنا بنرفعها على هذه القناه، لتستفيد منها ان شاء الله وتضيف لك خبره وقيمه باذن الله تعالى. خلينا اعزائي المشاهدين اكمل معك حلقه هذا اليوم، كيف احدد تخصصي الجامعي. وللأسف يعني بنحكي أنه الكثير من الطلاب يختاروا المجال الخاطئ نتيجة لضغط الوالدين أو الأسرة أو حتى الجد أو حتى بعض الأصدقاء، يعني بيلتحق في مجال هو لا يرغبه بالأصل، والكثير منا ندم على اختيار التخصصات الجامعية الخاطئة. فمنهم من قال: يا ليتني لم أدخل هذا التخصص، وياريتني ما كملت في هذا المجال، وياريتني ما سمعت كلام أحد. عشان هيك أنا بقول لك هذا القرار من المهم جدا أنه أنت تعرف اليوم يعني كيف تختار التخصص المناسب لك صديقي العزيز. وخلينا احكي لك انه اغلب من اختاروا المجال الخاطئ للاسف يعني حتى انهم تخرجوا من هذا المجال، بل لم يقفوا ولم يتراجعوا عن اختيار المجال الخاطئ، بل اكمل في هذا التخصص وتخرج منه واشتغل في الوظيفه الخاطئه كمان. يعني للاسف تجد يعني سنه 40 و50 سنه وبيندم على انه اختار هذا التخصص الخاطئ. عشان هيك بقول لك انه ما تكون من النادمين، وحاول انه انت تدرس القرار جيدا وتدرس المجال اللي انت بدك تتخصص فيه وتستفيد من هذه الحالة وتقنيتها إن شاء الله تعالى. وخلينا نبدأ معك عزيزي المشاهد في التقنية الأولى حساسة في تحديد تخصصك الجامعي الصحيح، وهي توفير 3 شروط أساسية. الشرط الأول بنحكي هو إتقان ما تتخصص به، يعني لازم يكون عندك المهارات والخبرات إن تتوفر في هذا المجال أو هذا التخصص عشان تكون أنت اخترت التخصص الرائع. 2، أن يكون لديك شغف أو ميول أو حب لهذا المجال أو لهذا التخصص، لأنه بدون حب لهذا المجال لن تكمل في مسيرتك أو تخصصك في الجامعة للأسف. أما الشرط الثالث فهو أيضا أن يدفع لهذا المجال، يعني أنه الشركة تطلب هذا المجال، السوق المحلي، السوق العالمي، يعني في راتب مجزي، في أجرة عالية. إذا أنت اخترت ووفرت هذه الشروط الثلاثة في التخصص اللي أنت يعني بدك تلتحق به في الجامعة، فأنا بحكي لك يعني وبهنيك أنه هذا يعني الاختيار الموفق والقرار الصحيح، فاختر التخصص بناء على هذه الشروط الثلاثة الأولى. واختم معك صديق العزيز النقطة الأولى، بحكي لك أنه لازم توفر هذه الشروط الثلاثة، وإذا وفرتها فأنت يعني حظيت بفرصة رائعة لأن تغير وجه العالم، وهذه بتكون نقطة انطلاق رائع وفوز ساحق أنه أنت تنجح في هذا التخصص. وأيضا بنعرج على نقطة الإتقان، أنه الحب يلزمه الإتقان، ما بينفع تحب مجال بدون أنت ما تتقنه صديقي العزيز، لازم تتعلم المهارات والخبرات اللي بتساعدك على إتقان هذا المجال، لأنه ما في مجال أنت ممكن تحبه بدون إتقان. عشان هيك أنا بقول الحب يلزمه الإتقان. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين النقطة الثانية، وهي تحدث مع الأشخاص أو الطلاب الذين يكبرون كسنا في هذا التخصص، بل أيضا وزور الأساتذة الذين يدرسون هذا التخصص في الجامعة، وحاول أنه أنت دائما زور المكتبات وتتصفى عناوين الكتب اللي بتثير اهتمامك، وانتبه لهذه العناوين وحاول أنه أنت تقرأ في محتويات هذه الكتب. وخلينا أحكي لك أيضا في يعني نقطة رائعة، اقرأ دائما مقدمات العلوم، يعني مثلا مقدمة في الهندسة، مقدمة في السياسة، مقدمة يعني في الفن، وحاول أنه أنت دائما تقرأ هذه الكتب اللي تتكلم عن مقدمات العلوم، وحاول أيضا أنه أنت تبحث في جوجل سيرش، تعمل سيرش على الجامعات على التخصصات وتقرأ أكثر في موضوع يعني اللي أنت بدك تتخصص فيه. ممكن من خلال هذه التقنيات يعني أنه أنت تصل للمجال أو التخصص اللي أنت بترغب في دراسته صديقي العزيز. وصلنا معكم للنقطة الثالثة، وهي حاول أنه أنت تعمل زيارة للجامعات اللي أنت بدك تلتحق بها، وحاول تطلع على الدليل الجامعي والتخصصات المتوفرة في هذه الجامعة،
واقرأ عن كل تخصص، يعني كل على حدة، اقرأ التخصص، مجالاته، أهدافه، شو أنت ممكن تصير، شو ممكن تشتغل في هذا المجال، يعني اقرأ كل شيء والتفاصيل المملة صديقي العزيز والتفاصيل الدقيقة عن كل مجال أو تخصص في هذا الدليل الجامعي. هذا حيساعدك يعني في توفير لمحة أو نبذة عن المجال اللي أنت بدك تتخصص فيه، وهل ممكن يكون هذا المجال مناسب لك أم لا. أنا معك صديقي العزيز النقطة الرابعة، وهي أنه الكثير بيختار المجال الخاطئ وبيكمل فيه وبدرس فيه، وللأسف يعني لا يتراجع عن ذلك. بنقول لك صديقي العزيز هذه مش نهاية العالم، وخليني أحكي لك من الغباء أنه أنت تكمل في اختيار تخصص أو قرار أنه أنت تضيع فيه عمرك وتضيع فيه نفسك صديقي العزيز، وأنه أنت ما تتراجع عن هذا القرار. لا، بنقول لك الفرصة متاحة وكبيرة. الكثير يعني ممن اختاروا القرارات الخاطئة وبعد ذلك صححوا مساراتهم واختاروا التخصص المطلوب او التخصص يعني اللي هو بناسب رغباتهم. عشان هيك بنقول لك ما تندم على انه اخترت التخصص الخاطئ، وحاول تصحح هذا المسار. وخليني احكي لك هذه حياتك صديقي العزيز، انه انت ممكن تدرس من 5 إلى 7 سنوات وبعد ذلك تشتغل في مجال مثلا 50 سنة، وانت بالتالي هذا القرار الخاطئ او التخصص الخاطئ كلفك حياتك يعني للاسف، وانت ما ادركت نفسك يعني في الوقت المبكر. عشان هيك بنقول لك انه اختيار التخصص الخاطئ مش هو نهاية العالم، وخلينا احكي لك الكثير نجحوا في تحقيق الاهداف والاحلام مع انهم اختاروا التخصص الخاطئ، لكن تراجعوا على الفور واختاروا التخصص الذي يلبي رغباتهم واحتياجاتهم الشخصي. وصلنا معك عزيزي المشاهد للنقطة الخامسة، وهي نقطة مهمة جدا، وخليني احكي لك انه تذكر دوما انه الجامعة يعني ممكن تقضي فيها من 5 إلى 7 سنوات، وهذه الجامعة سوف تنفق فيها وتستثمر مال وجهد يعني ووقت. خليني احكي لك لازم انت تستثمر هذا المال والجهد والوقت في مجال انت بتحبه وانت بترغبه وانت بتميل له، يعني مشكلة ومصيبة وطامة كبرى اذا انت استثمرت 5 إلى 7 سنوات في مجال او تخصص انت لا ترغبه، فاحذر عزيزي المشاهد من ذلك. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لنقطة أساسية وهي الأهم في هذه الحلقة، واللي حتخليك تعرف هل أنت دخلت المجال أو التخصص المطلوب والصحيح. هذه طبعا فكرتها أنه أنت بتلتحق في وظيفة جزئية أو في فرصة تدريبية مثلا لمدة 3 أشهر، طبعا هذا بيكون في العام الأول من التحاقك في الجامعة ودخول التخصص اللي أنت يعني ترغب به، وهذه طبعا بتعطيك فكرة عامة عن المهام الوظيفية اللي أنت بتمارسها بعد تخرجك من الجامعة بعد دراسة 5 إلى 7 سنوات من التخصص المطلوب. أنت هيك تأخذ فكرة عامة عن الوظيفة أو مهام الوظيفة، هل هي بتتناسب مع ميولك ورغباتك ومع شخصيتك. يعني أنت من خلال هذا التدريب هتعرف نفسك هل أنت دخلت المسار أو التخصص المطلوب أم لا. إذا من خلال النقطة السادسة صديقي العزيز أنت بتقيم نفسك هل أنت دخلت التخصص المطلوب أم لا، هل أنت سوف تعمل في الوظيفة التي سوف تحبها أم لا، هل سوف تتقن المهارات والخبرات المطلوبة لهذه الوظيفة. إذا من النقطة السادسة أنت هي قيمت نفسك وقيمت أيضا أنه أنت دخلت التخصص المطلوب. عشان هيك بقول لك اهتم بهذه النقطة واهتم أنه أنت توفر فرصة تدريبية أو وظيفة جزئية تمارس فيها مهام الوظيفة أو التخصص اللي أنت بدك تدخله صديقي العزيز في الجامعة، تكون هيك ضمنت انه انت تدخل التخصص المطلوب والصحيح. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين للنقطة السابعة، وهي بتتعلق ببعض الاختبارات اللي أنا أرفقت لكم بعض الروابط الخاصة بها، وهذا الاختبار أنت أدخل عليه صديقي العزيز وجاوب على الأسئلة الخاصة بهذا الاختبار. طبعا أنا أرفقت لكم اختبارين، اختبار أجنبي واختبار عربي متعلق بجامعة القدس. طبعا هذا الاختبار هو رائع، يعني أنا مثلا جربت هذا الاختبار وأجبت على الأسئلة فأعطاني الوظيفة اللي أنا موجود حاليا بها، يعني هذا الاختبار رائع جدا ودرجة دقته تقريبا 90%. خليني أحكي لك خوض هذا الاختبار وجربه، مش هتخسر شيء، هتتعرف على المجالات اللي انت بتهواها او بتحبها او لك ميول لها صديقي العزيز. اختبار مفيد جدا، بتمنى لك التوفيق في هذا الاختبار. في نهاية الحلقة عزيزي المشاهد بذكرك انه انت تضع لي اجابة الاختبار، يعني شو الاجابات اللي بعطيك اياها الاختبار، حاول تحطها في التعليقات وتشاركها معنا ليستفيد منها الجميع. طبعا بذكرك ما تنسى الاشتراك في قناتي والاعجاب بهذا الفيديو، وان انت تضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد بالبرامج والحلقات اللي احنا بنرفعها دوما على هذه القناة. بترككم طبعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.